الله سبحانه وتعالى بقدس قرآن الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. يعني وأبي أحمد علي ورئيس الوزراء هو هذا الحين تبضن أدونك ورئيس الوزراء وجود هذا يرى أبيد إسومرا إثيوبيا وحاو معنينا يا آيات القرآن كمدة. الله سبحانه وتعالى بقدس قرآن الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا بمالت يسلمنا هيمانوت ملو أدرغو ستون سال عندنا تاجنن أتناكرن كدينو يميت بكبن مفزم سيقبان بمحال قبتن أسامارينا أسنواري أكرارينا رزابي أدرغو يمفرق سلطان سايس ستن بن تقبرو سابو كراسو كالله قارن ميهونو سورة الرحمن لا يمسلين يال سلولت بحروج سلامي تعرفت أو الناس لج أوها سلال لو قردوش يميان ساو حساب بحر براسو انديانوشين انا اتلانتيكوشين ستاقنا نيوت آهون يتن بوتا بتاقنا نيوت كيبتاون غار ملكوين لي ايال اي كلاكلم چلمان برهان يتواوك اللو نجي عبرو اي نورم تكبابرونو عندو لاندو بوتا يلككه سلام كفاتنا دقنتنا الناس ماما ونتنا وشتنا الناس ماما ان عبر النور بيبال ميتشا لا يمسلين ايه ميتشا الرشاو جزي يوم القيامة لا يميل ليو قدما جين داروت ميل ليو بوتا بوتا وان ميزون جي اهم بمدر لا يالن ماستارك مياس چقرونا قروت شال اهم بنيا سلام يمس چلوتن هلو مكرو نعم نفلقوا سلامنا ندلاجت إسلام يسلام أمنتنا بسلام أميامنا بسلام لي مسرات اللبن يالاجت تككلنا وإن أنت نقاف نفلق اللن وحانو مركلة إسلام ككو شيغي يا نحاريس دا إي عدالة وحاو أمان يا دين تإسلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالت اسلام سلام اسلام رحمت اسلام بركتنا ومالتنا ابي احمد علي وحا او دشاي اوغل شري توكي كو سغال بوقل يشي تطباتكي انسو كو دشاي مغالدا بيشاشا او كو تال دغمدا غوما اي غوبلكا جيما اي غوبلكا اورميا ايتوبيا وحا كو سو برباراي ديغانا كلا دوون اسيراهان اي دينهان با يدا بي او ها مسلم هو يديسنا يا هيد مسيحي kala duwanaanshahan ayaa saameyn ku yeeshay falsafadiisa siyaasadeed ee midnimada. Dhinaca waxbarashada ee Abi Axmed waxa uu haystaa shahaadada koowaad ee injineeriyadda kombiyuutarka oo uu ka qaatay kulliyadda Microlink Information Technology College ee Addis Ababa. Waxa kale oo uu haystaa shahaadada masterka ee hoggaaminta isbeddelka ee jaamacadda Greenwich MBA-da uu qaatayna ay tahay Lead Star College of Management and Leadership Ethiopia. iyo PhD-da daraasaadka nabadda iyo amniga oo uu ka qaatay jaamacadda Addis Ababa. Ilmo baarista dhakhaatiirta waxay diiradda saartaa xalinta khilaafaadka gudaha ee EBRDF. Xirfadaha military iyo siyaasadda ee Abi Axmed. Abi Axmed waxa uu ku biiray military-ga Ethiopia isagoo da'da yar, halkaas uu ka soo shaqeeyay qaybaha sirtoonka iyo isgaarsiinta intii lagu jiray dagaalkii Eritrea iyo Ethiopia 1989 ilaa 2000. Khibradiisa militariga ayaa siisay saldhig adag oo ku saabsan hoggaaminta iyo qorsheynta istaraatiijiyadda. Kadib markii uu ka tagay militariga, Abi wuxuu wareegay siyaasadda, waxaana uu xubin ka noqday EBRDF sanadkii 2010. Abi waxaa loo doortay golaha wakiilada ee shacabka oo ah aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Ethiopia, isagoo matalayay degmada Goma. Waxa uu qabtay xilal kala duwan oo wasiirnimo way ka mid tahay wasiirka sayniska iyo tiknoolajiyadda, taasoo suurtagelisay inuu horumariyo aragtidiisa ku saabsan horumarinta tiknoolajiyadda Ethiopia. Koritaanka awoodda Abi Axmed waxay ahayd jawaab celin ku aadan kacdoonka ballaaran iyo dibadbaxyadii ka dhankaha xukunkii EBRDF bishii February 2018, iyadoo ay sii kordhayaan rabshadaha
رسول ساري هوري حيلا مريان دا سالم ايا احيل كاكا دقي تاسي اوكين تا اين اي بي دي عرف ايو دورة ابي احمد انو نغضو او قاميها عصب اي حس بيقا عبري لبدي دي لبدي كون يستي تونكي ابي وحلو داري رسول ساري هاي توبيا مركي وحيل كالوريقي ابي احمد وحا او بلابي اجن ديسكو دياح او سياسدين يمد دقالي وحانا وسي دايي كمانا محابي سياسدادا وحانا ومرتقا ليكو حا معاردكا اي قرباها كسونا اي قصو نغضان توبيا وحانا وقاداي حالي دي ديك ديك هايد اي وصورغي كيسا كهوريي مامل كيسا وحا كلا او وقاداي دادالا لوغو در درقرين ايو دقالها يضو لفرا ايو قيباها مهيمكا اي مالكشيكا كار كلو ليهي ميد كمي دي قولها او اويني ابي احمد ايا هاي شيزكي نبضايد اي للاقلي ايرتريا kaas oo soo afjaray 20 sano oo calaada kadib dagaalkii Eritrea iyo Ethiopia heshiiska taariikhiga waxa uu ku kasbaday abaalmarinta nabadda ee Nobelka sanadkii 2019 isagoo loo aqoonsaday dadaaladiisa ku aadan dib u heshiisiinta midnimada iyo cadaaladda bulshada ee Ethiopia iyo guud ahaan gobolka Bariga Afrika inkastoo uu guul ka gaaray bilowgii xukunkiisa intii uu xilka hayay waxa uu wajahay caqabado waaweyn rabshadaha qoomiyadaha iyo colaadda gobolka ayaa sii kordhisay taas oo keentay baraka iyo dhibaatooyin binaadantinimo khilaafka ka halawsan gobolka Tigrayga oo bilowday bishii November ee 2020 ayaa ahaa mid aad u daran soo keenay cambaarayn caalami ah oo carqalad ku noqotay dadaaladiisii abiyay ee xasilinta dalka xukunka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxaa lagu xusay isbeddello lagu daydo iyo caqabado waaweyn dadaladiisa ku aadan nabadda iyo horumarinta Ethiopia ayaa si weyn looga aqoonsaday caalamka taasi yeeshay colaadda gudaha iyo rabshadaha qoomiyadaha ayaa ah caqabad sii socota oo ka hor imanaysa aragtidiisa ku aadan Ethiopia midaysan oo barwaaqaha iyada Ethiopia ay sii wado sii socodkeega siyaasadeed ee adag Abiy Ahmed wuxuu sii ahaan doonaa mid muhiim ah oo qaabayn doona mustaqbalka qaranka Ethiopia. Xogtan idaa ku saabsan taariikhda Abiy Ahmed intaasi ayay ku eegtahay waad ku mahadsantihiin ku xidhnaantiina iyo la socoshada xogaha aan soo gelinno bartani. Haddii aad ku cusub tahay warbaahinta xogta qorsoon, ha moogaan inaad subscribe dhahdo furatana galbeelka si aad ula socoto xogaha iyo macluumaadka dambe ee halka soo geli doono.